شلونكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد. قبل لا ندخل في الفيديو واتكلم لكم عن الفيديو حقنا اليوم اللي هو مرة حماس، في شيء مرة حماسة، في شيء احمس من الفيديو اللي انا بسويه. جايز وصلنا ل 200,000، والله مرة 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 شكرا، يعني مين يتوقع؟ صدق، ويعني ما طولت في اليوتيوب وصلنا 200,000 متابع. بما اننا وصلنا ل 200,000 لازم فيديو، طبعا يعني فيديو حلو، فيديو انتم تحبونه. انا اكتشفت انكم تحبون الفيديوهات اللي انا اتحول الاي جيرل، مره عجبكم، اللي اتحول الى شخصيات مره عجبكم، فقلت خلني اتحول لان هذه الفيديوهات اللي صدق تحبونها اكثر شيء اسويها في قناتي. متجهزين تشوفون ايش بتحول هالمره؟ شوفوا هالفكره من زمان في بالي بس اني ما ادري ليش ما صورتها، فهمتوا؟ يعني من زمان وانا افكر فيها. بتحول الى يعني بتحول الى شخص كأني في التسعينات بداية الألفين، تعرفون اشكالهم واشياءهم وشكلهم مكياجهم وشعرهم، هذول اللي في التسعينات في بداية الألفين مرة راجعين لها ستايل مرة. صدق والله كل الاشياء اللي بسويها الحين احس اقدر اسويها في يومي الان، لان مرة راجع ستايل. طبعا انا ما انولدت الا في 2005 يعني ما ادري وش كانوا يسوون صراحة. ابحث ومرة تحمس لان اشكالهم مرة تونس، فقلنا بنبدأ. يلا نبدأ الفيديو. أول شيء أبغى أبدأ فيه هو المكياج، يعني المكياج حقهم غير الحين، يعني الحواجب خطين والآي شادو صاصي فاتح على أزرق بلش مرة مرة كثير. أبدأ بالحواجب. انتم اصلا بس بتشوفوني واقفة. يما مرة يروع، ليش كذا شكلي؟ والله تصدقون اني احس احلى مع هالاتي، يعني كذا احس مرة يروع. صح؟ والله انه اوكي. ليه الاي شادو يستخدمون كذا رصاصي فاتح على ازرق؟ احس اذا فكرت بداية الالفين اتذكر هذا الاي شادو اللي هو يصير كذا رصاصي فاتح او ازرق، فهمتوا؟ يعني هذا الباليت يعني. وطبعا في وجههم ما في اي برونزر ولا كونتور ولا يعني تعطي، فهمتوا؟ شوفوا الالوان بالله، والله مضبوطة. هاي جنن، شفتوا اللي تو وصفته؟ اللون اللي تو وصفته هذا هو بالضبط. شايفين هذه الحبة خال؟ جايز طلعت لي يمكن قبل 3 شهور ومرة قهرتني، كأنها إذا حطيت ماسكارا يتملطخ، أحس كأني كذا كأني حاطة ماسكارا بس هذه الماسكارا وشو حبة خال، فهمتي؟ يعني ما تمسح وكأني أشوى، يعني أنا عيوني داخل صح؟ يعني ما تنبان مرة، يعني إذا قلت كذا ينبان بس بعدين وينها؟ هذه اختفت. جايز صرت أعرف مصطلحات المكياج، يعني الجفن وال ما أعرف إلا الجفن. في الصدق يروع أكثر من الكاميرا. هذا اللي هو إيش؟ الكحل الأسود. فإيش بسوي؟ بنقول كذا. بنين نجيب فرشة. صراحة ما أدري. كذا أحاول أقنع نفسي. بنعيده.
أبمسها. Few moments later. Guys, جتني باكيج من بنفيت. متخيلين؟ مرة شكرا بنفيت. راسلين لي الهوليدي كالندر حقهم في مكياج. فودي أفتحه ونشوف وش يجينا. شفتوا؟ مرة كيوت. خلنا نفتح نمبر 1. كيوت مرة كيوت. وهذا اللي جاء في نمبر 1. الحين بنحط البلاش. البلاش جايز مرة قوي مرة. بحط كثير. تذكرون الفترة اللي في 2016 اللي ما حد يحط بلاش؟ ما حد. الحين رجعوا صاروا يحطون بلاش. ان شاء الله ما يرجعون الموضة انهم ينتفون حواجبهم تنتيف. ما ادري ايش جاهم. بحط الروج جلوس. جايز بهذه الفترة جلوس. اعشق الجلوس. اعشق الجلوس مرة احب الجلوس. وبكذا انتهى المكياج. الشعر انا ليش ما اخترت الثمانينات عشان شعرهم؟ جايز مرة بالغوا. صدق مرة يبالغون. يعني هل صدق اللي عاشوا في الثمانينات صدق الشعور كذا كذا؟ أوريكم صور تشوفونها لأني أنا ما أصدق. طبعاً الشعرة بستخدمه من بداية 2000 اللي هو تجيبون يعني أشياء وتلفونها تلفونها 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 تحطون كليب. حتى الكليبات اللي تكون فيها كذا فراشة جايز كانت عندي. ما عندي أي شيء يشبه لها بس بنحط مشبك ويصير كأنه يعني شكل. يما آخ الموفيز في التسعينات جنن. مرة أحب أشوف مين جيرلز، كلولس، فريندز. تدرون إني ما أتابع. أدري كلكم الحين تهاوشوني في الكومنت. حاولت أتابع فريندز ما قدرت أكمل من الضحك اللي في الباك جراوند. جايز كيف ما تركزون في المسلسل؟ يعني الضحك اللي يضحكونه في الباك جراوند أبد ما له داعي. يعني شتت انتباهي انا. يعني اركز بضحكهم ولا ادري شو السالفه. مره ما قدرت من الضحك. بفرق شعري الاربع اجزاء. تلفونه هو بالعاده كذا سووا كذا. نجيبهم مشبك مثل ما تشوفون. هذا شعري بالفركة. فهمتوا؟ يعني تلف على كذا. خلوا شعركم شوي وخذوه من تحت. طبعا انا مرة عرف للكاميرا. تراني مرة خايفة يعترق شعري. والله ما كان صاير شيء صح؟ كان ودي مرة يكون. هم بتحمسة. جايز أمانة والله إني ضابطة اللوك مرة. إذا بحثتوا ستايل الألفين تطلع لكم ترنجات جوسي. طبعاً أنا أول شيء قعدت أفكر وأدور تحت دولاب أختي الصغيرة هيا أشوف الاحتمالات اللي يمكن الأوتفت تطلع. لقيت هذا الترنج. شوفوا حسافة إن البنطلون ما دخل فيني ولا كان اللوك 100%. بس جايز جاكيت والشنطة والشعر والمكياج والله مرة مضبوط. النظارة هذه شاريتها لي ومرة ضابطة مع اللوك.
وبكذا انتهى الفيديو حقنا لليوم. ان شاء الله عجبكم الفيديو، لا تنسوا تسوون لايك سبسكرايب، واشوفكم في الفيديو الجاي. See you in the next video. Goodbye.